لليوم 26 بعد المئة على التوالي يعاني أهالي غزة من العدوان الإسرائيلي على القطاع. يأتي ذلك في وقت لم يجد فيه أهالي القطاع أساسيات الحياة، بل يواجهون أوضاعا شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. لا يزال القصف مستمرا، والشهداء الفلسطينيون في ازدياد، وعائلات بأكملها تختفي من الحياة، ومن يبقى لا يجد المأوى والمأكل ولا شيء من أساسيات الحياة. إنها غزة التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي لليوم 26 بعد المئة، ففي وسط وشمال قطاع غزة تبدو الأوضاع شديدة القسوة فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية. الأهالي في تلك المناطق لا يأكلون الطعام المعروف في أبسط صورة مثل الدقيق والخبز، لكن يأكلون الأعشاب التي تنبت في الشوارع بسبب الأمطار التي هطلت مؤخرا على القطاع. كما أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأكبر من قرابة 28 ألف شخص استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي. مع نزوح مليون من سكان غزة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي بحثا عن ملاذ آمن في مدينة رفح، انتقلت 5 عائلات إلى مزرعة للدواجن يعيشون بين جدرانها الخرسانية الطويلة، ويحولون أقفاص البطاريات إلى أسرة بطابقين. اليوم إحنا عايشين في مكان وأهل الحيوانات تعيش فيه، بس للأسف إحنا زلنا لمستوى إنه أقل من الحيوانات. في مكان زي هذا الحيوانات بتكون موجودة، في ناس تعتني فيها، تطعميها، تأكلها، تشربها، بس إحنا للأسف زلنا لأدنى مستوى إنه ما حد مهتم فينا، أدنى مستوى من الحياة اللي الحيوانات بتعيشها. ولكن مع مرور الوقت تعين على أفراد تلك الأسرة أن يتقبلوا الأمر الواقع ويرضوا بأن تكون هذه المزرعة منزلهم لفترة أطول. اضطرينا نيجي هنا لأنه إحنا عائلة كبيرة، 27 نفر، 4 عائلات، 5 عائلات. بعد ما طلعنا من الشيخ رضوان تجنع الزوايدة بسبب القصر، يبدور مع مكان تاني ما لقيناش. هذا هو حال أهالي غزة للشهر الرابع، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب، من خان يونس وصولا إلى رفح المتكدسة بالسكان. فالقصف لا يتوقف، والأهالي يفقدون أحباءهم المتبقين واحدا بعد الآخر.